يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. وصفتنا لليوم من ألذ وأفخم السلطات اللي ممكن تزينوا فيها سفرتكم سواء لأهل بيتكم أو لضيوفكم. مكوناتها كتير سهلة وموجودة ومتوفرة إن شاء الله بكل بيت، بنصحكم تجربوها. تابعوني لتشوفوا المكونات وطريقة التحضير. مكونات السلطة لهاليوم عنا مجموعة خضار نصها مقلي ونصها ني. عندي هون جزر، طبعا مش مقلي بالزيت كامل، يعني على مبدأ الحوس أنا بحط شوية زيت وبدبل فيه الجزر، بغطي الطنجرة لحتى يطرى معي الجزر. كمان البطاطا نفس الشي رح أعمل فيها، شايفين يعني مش محمرة تحمير. برضو هون عندي كوسة نفس المبدأ ونفس الحركة. وهون عندي الخضار العادية، خيار وبندورة وخس. رح أحتاج كمان لذرة وبصلة رح أفرمها عند التقديم. رح نحتاج للدريسنج عنا ملح، زيت زيتون، وعندي ليمون، وكمان رح نحتاج لمايونيز. هلا رح أحط الخضار اللي حمصناها أو دبلناها في الصحن. في عندي هون توم كمان نسيت أحكي لكم عليه. رح أحط الذرة. هلا طبعا أنا هون عم بحضر تحضير مسبق للعزومة، فمن الصبح أنا بلشت أحضر في السلطة، وهي زي ما شفتوا غلفتها بالنايلون. كمان السلطة هون برضو غلفتها بالنايلون. هلا راح أجهز الدريسنج بالمرتبان وأخليه عند التقديم عشان نرشه على وجه السلطة. هلا راح نعصر الليمونة. رح أحط الملح، كمان رح أحط المايونيز، هلا رح أصب زيت الزيتون، هلا كمان رح أضيف راح نحرك بهذا الشكل ونخليها جاهزة لعند التقديم. طبعا أنا زي ما حكيت لكم كنت محضرة كل إشي من الصبح عند موعد الغداء أو الفطور، كان رمضان. فرمت البصلة على طول وحطيتها مع الخضار، وضفنا الخضار اللي كنا مجهزينها والصوص اللي كنا مجهزينه، فهيك احنا بنكون سهلنا على حالنا المهمة. صدقا من أروع الوصفات اللي ممكن تعملوها للعزايم، يعني السلطات كتير أحسن من السلطة العادية وشكلها كمان فخم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم لا تنسوا تدعموا لي القناة وتشتركوا فيها. أشوفكم على خير، واستودعكم الله، وإلى اللقاء.